سنه طيبين الاول ورمضان كريم ويا رب يعود علينا الايام الجميله دي بالخير دايما على مصر. مباراه الاهلي والوداد صعبه، مباراه صعبها جدا، هزيمه الوداد من زناكو بقت المجموعه متلخبطه، سته بونت دول مباراه الوداد هنا وهناك صعبين جدا، لان كل فرقه عايزه تاخد الست نقاط من الفرقه الثانيه وتصدر لها مشكله. احنا لو خدنا اربع نقاط يبقى كويس جدا، ان شاء الله نكسب الوداد هنا، نروح نعمل تعادل في المغرب، يعني ان شاء الله باذن الله يكون احنا ان شاء الله النادي الاهلي لو كسبنا ووصلنا هنقابل يا صن داونز يا الترجي، والناحيه الثانيه الزمالك هيقابل يا النجم الساحلي يا اما الهلال او المريخ، يعني ان شاء الله امورنا كويسه، وان شاء الله الاهلي والزمالك واحد منهم ان شاء الله يكون في كاس العالم للانديه ان شاء الله.